سمي بخط الغاز العربي، فهل هو غاز عربي فعلاً؟ هو مشروع يهدف إلى تصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى سوريا والأردن ولبنان، قدرت كلفته بأكثر من مليار دولار. تأسس المشروع عام 2000 بناءً على اتفاق بين مصر والأردن وسوريا ولبنان. وفي اجتماع عقد في عمان مطلع سبتمبر الجاري، اتفق وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسوريا ولبنان على إعادة إحياء هذا المشروع الذي لم يكتمل. مصر هي التي تتولى تصدير هذا الغاز الطبيعي، ولكن من أين تحصل مصر في السنوات الأخيرة على غازها؟ بحسب موقع جلوبوس الإسرائيلي، تعاني مصر من نقص في الغاز منذ عام 2012، وبحسب المصدر نفسه سيوفر استخدام البنية التحتية المصرية على إسرائيل تكلفة بناء منشآتها الخاصة للتسييل. عام 2018 وقعت مصر مع إسرائيل اتفاقاً تاريخياً لاستيراد الغاز الإسرائيلي لإعادة تسييله وتصديره إلى أوروبا لمدة 15 عاماً بقيمة تفوق 15 مليار دولار. خبراء طاقة مصريون أكدوا أن من يستورد الغاز من إسرائيل ليس الدولة المصرية، وإنما شركات القطاع الخاص، منوهين إلى أن المستهدفة ليست السوق المحلية بل هي دول أخرى بعد تسييل غاز إسرائيل في دمياط. وبحسب مصادر إعلامية، بدأت أولى كميات الغاز الإسرائيلي تصل إلى مصر منذ يناير 2020 بمقدار 200 مليون قدم مكعبة يومياً، بينما يجري العمل بحسب وزارة الطاقة الإسرائيلية على إنشاء خط أنابيب لربط حقل لوثيان الإسرائيلي البحري بمحطات التسييل في شمال مصر مباشرة. فهل اقترب غاز إسرائيل من ولوج سوقي لبنان وسوريا النهمتين للطاقة؟